وضعية الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى قانوني مازالت رغم التطور التشريعات مازالت نوعا ما ضبابية، خاصة في تعاملهم مع السيد المحامين. هذاك علاش نعتبر أنه تكوين السيد المحامين في متعلق بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة مهم برشا. الدولة في تونس تكتفي بسن التشريعات بعد ضغط دولي، خاصة من اللجنة المكلفة بمتابعة الاتفاقية. كل مرة تحاول تطور من تشريعاتها، لكن التكريس يكاد يكون معناها موجود، معناها وقاعد يتطور، لكن التفعيل نتاع القوانين على أرض الواقع مازال في مراحله الأولى. دور المحامي مهم برشا، لأن القضايا أغلبيتها تو في تونس المتعلقة بالأشخاص بالإعاقة ما هيش قاعدة توصل للمحاكم بالدرجة المطلوبة، لأنه فما صعوبة كبيرة في النفاذ للقضاء بالنسبة للأشخاص هذوما. معناها كي يلقى مثلا صعوبة من أي نوع كان، ما يعرفش شنو هي القوانين اللي تحميه. يلزمنا نوعيو الناس قبل ما نخمو في الأطر التشريعية، ويلزمهم يمشوا مع بعضهم. التوعية والقوانين يمشوا مع بعضهم في نفس المنهج، والمساواة لهنا ما نجم نطبقوها وما نجم نفعلوها كان منذ النشأة، منذ التنشأة، منذ الطفولة. نعلم صغارنا، نربيهم على احترام الآخر مهما كان لونه، مهما كان شكله، مهما كان هو حامل إعاقة أم لا. هذاك اللي باش يخلي بلادنا تتقدم في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. على قدم المساواة مع الآخرين، وسطروني على كلمة على قدم المساواة مع الآخرين.